بس تسمى ايه دايز مضرب فوجك تدير منك مراها ولا بنتها ولا راجلها؟ هادي اللي ما دوشش قاع في الاجرام هي هادي، ودي المرة الاولى قاع الا ما تشديتيش فاش نويتي هي دير المشكل، تلقى راسك يجول عندك في البلاصة. ها هما صغار صاب شابوا ديك الطريق خايبة، تا هما دوزوا البسالة دوزوا الحبس دوزوا، ها هو راه مخير فيهم دابا ضارب 9 سنين 10 سنين د الحبس مقرططة تقرطات. خوتي داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، اليوم أخوتي جيتكم قصة، هما اليوم أخوتي راهي رمضان هذا وراكم عارفين المشاكل وكذا، وهاديك القناة راه هملتها معاكم ياكم أخوتي، سمحت فيكم شوية اسمحوا لي. دابا أنا راني معاكم هاد الفيديو أخوتي، راه هو مع أشواقع، ها هو راه في الفيديو في القناة ديالي دحاتم صافانا. المهم دخلوا أنا معاكم دابا أخوتي. المهم أنا جيتكم اليوم أخوتي، يا رمضان هذا وقعوا المشاكل بزاف تيني أخوتي، شي تيضرب شي والجنا واو، وهادشي أخوتي راهي الخاوي. الله يرحم الوالدي، الله يرحم الوالدي، راه الطريق هادي راها خايبة، راه بنادم راه تيدمر هو صغير، راه بنادم تيدمر هو صغير. يا هما راه واحد جوج دابا هما بولاد حومتي وكبروا حدايا، وواحد انايا كاع منين جيت مسلا تخلاقيت هنا في مكناس وكبرت ليه، وفاش جيت كبر سكننا عندهم في الدار، سكننا عندهم في الدار حتى تبنات دارنا. ها هو صغير حدايا، ها هو دابا ضارب 8 سنين ولا 9 سنين ديال الحبس، ها هو واحد حتى هو مع السي محمد هو وعلاء، راه دابا انتوما تشوفوهم راه حتى هما كلهم في العالم تعرفوهم، ها هما صغار صاب شافوا ديك الطريق خايبه، حتى هما دوزوا البساله دوزوا الحبس دوزوا، ضربوا البيبي حتى هما الجديد، ضربوا البيبي اللي ضربته انايا دخلت للكارتيات وما عاود جاولوا، وهما دابا داروا عقلهم حتى هما صغار بخير، ها واحد فيهم تزوج وواحد فيهم هو عاد تيجمع راسو ان شاء الله، وهما مشاركين في ميحيل بحال الخوت، هادو راهي صحاب، ها هما صغار هما دا تشوفوهم، وهادو راه غيبينو لكم واحد العبرة، ها هو راه مخير فيهم دابا ضارب 9 سنين 10 سنين د الحبس مقرططة تقرطات. انا خويا راه حنا عقنا 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 متيني، حنا روطال حنايا، حنا عقنا روطال، ديك الساعة ما كانش بنادم تي متيني تيعرف خوه المسلم، وتي كان كل ودايا فراسو والدنيا سايبة ماشي بحال دابا، فتطورات الوقت وزيانة الوقت غتفيق تفيق بالعليك زيلك اخو، الطريق خايبة صافي، تتشوف واحد الانسان ضاعت من عمره واحد 22 23 عام د الحبس، فين انت بوقاش غتواقف تتموت في الحبس؟ ابو دابا وليت تنشوف انايا ود حومتي كدا هادي تنعيط له تنقول له سمع الطريق راه خايبة، كاين اللي تيتسنط الله الا كاين اللي تيتسنط تيسالي، كاين اللي ما تيتسنصش تيمشي للحبس وتيضرب واحد العامين تيخرج تيقول لي بصح اخويا الرباطي والله الا عندك كنت تسنط هذيك النهار هضرتك ما مشيتش بهاد العامين، قلت له راه ما جيتيش تسنط تي راه مازال، وكاين اللي تيتعجب، كاين اللي ما تيحملكش يبغيك تبقى قابط هذيك الطريق، كاين اللي تيقول انت تيولي يعطيك مثلة واحد اخر يقول له شوف كي كان هذاك وانت هو دار عقله وكذا وتزوج دار وليدات وصافي سالا، كل شنو تيقول اخي راه اجرام منوع جميع الاجرام دوزتو، اي حاجه طاحت لك على راسك درتها، درتها بزاف، اي حاجه درت منها بزاف، ما بحال دابا السرقه بحال المدابزة بحال الكريساج بحال زيني بزاف، اي سرقة واي جريمة درت منها بزاف جميع الجرائم. انا بوليت نتفكر يا داكشي اللي كنت ندير شحال هادي قلبي تيقيزدح، ما ديروش دابا دابا فين غدير هداكشي دابا، راه دابا هاد الزطم هنا يتنوي قبل ما دير يتنوي تلقى راسك في الحبس، دابا تطورت القضية دابا، دابا رجال الشرطة ولاو فهمتيني سيدنا
كتير من رجال الشرطه والكاميرات. اش دير دابا؟ دابا راه هي اللي بغى يقبط الطريق هادي، فهمتيني؟ هذيك الساعه شحال هادي راه ما كان والو، دابا راه هي اللي بغى يشد الطريق هادي. ودابا هي تنوي يا صاحبي، هي تنوي اش غتاكل واش غت، فهمتيني؟ اش غتلبس؟ هي تنوي، هي تنوي دير تلقى راسك بالحبس. يلا قولي شنو دير. دابا تبدلات بزاف، انت شتي دابا التليفونات كيولاو، عاد غدير؟ ودابا راه اللي تيبغي يسرق ولا تيقول تبان له بنت كريسيها ولا يبان له ولد كريسيه ولا ولد وبنت غادين، فهمتيني؟ وقف عليهم يكريسيهم ولا يبغي يطرطق شي حاجه ولا حانوت ولا دار. وراه اللي بغى يدير هاد الشيء هذا راه بالبلاصه، الشرطه العلميه والكاميرات. فين الا شنو غدير اخويا؟ شكون اللي ينجى؟ فهمتيني؟ ابغي دير المره الاولى كاع، الا ما تشديتيش فاش نويتي هي دير المشكل تلقى راسك يجول عندك في البلاصه. اخر شده هي هذه اللي على هذا الشيء هذا اللي وقع لنا في السويقه صافي. هذه اخر شده، شهر 18 اليوم، شهر 18 اليوم اخر شده هاد المشاكل السويقه. اللهم عليك الحمد باخر. لا والو اخي حمزه، واخا نولي في عمري 10 سنين داكشي صافي، ما واكلش اخويا. دابا تتم هي دايز مضروب في وجهك، تدير منك مراها ولا بنتها ولا راجلها باش غتحس نتايا؟ بحال دابا انايا والبارح واقف عند ود حومتي تيعمر ليا الفريز في الحومه وانا خدام في السوبر مارشي، فهمتيني؟ اذا راه ما حنا ضد داكشي. وانا وقفت حدا مول الفريسيه كويا هو تيتنوى وتم راجع، قلت له اخويا يا مساج راه حنا الا مشى لك شي حاجه نجبدوها لك، فهمتيني؟ الا مشات لك هنايا في السويقه ولا في هنا في المارشي يقول لي في البلاصه بين تسرقتي نجبد لك رزق، فهمتي؟ يا عاد قال لي سمح لي اخويا راه ما يا ولاد الحومه قالوا لي يا اخي الرباطي، وبقاو تيضحكوا صحابي. اذا ما عندك ما غادير، ويصحابو الزر ما نجبد له بسطام ولا تليفون من جيبه. وانا والله ما عمري زرمت، واخا تحط لي ما نعرفش شنو ما نعرفش نزرم يعني. هادي اللي ما دوشش كاع في الاجرام هي هادي، ما يسمح لنا وصافي. هادشي اللي كاين اخويا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.